السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنا الأصم، والتي نتناول فيها موضوع المحافظة على البيئة. تكمن أهمية الحفاظ على البيئة في العديد من الأمور التي توجب الحفاظ عليها، ومن هذه الأمور المحافظة على صحة المجتمع وأفراده. ومن هنا يأتي دور مؤسسات المجتمع في الحفاظ على البيئة للحد من هذا التلوث وتوعية الناس لمدى خطورة هذا الأمر. ومن ضمن هذه المؤسسات الإعلامية، إذ يكمن دور الإعلام في توعية الناس لمخاطر التلوث البيئي وأثره على صحة الكائنات الحية بأجمعها، وذلك عن طريق عرض برامج توعوية ترشد الأفراد حول كيفية التعامل مع البيئة بشكل صحيح. ثانيا، دور المؤسسات التعليمية، والتي بدورها قد تساهم في التوعية حول المحافظة على البيئة عن طريق تضمين المناهج الدراسية بمحتوى متخصص يتحدث عن البيئة وكيفية المحافظة عليها، والتي ستزيد من وعي الطلاب ومسؤوليتهم اتجاه البيئة. دور الجهات الإدارية، تقع المسؤولية الأكبر في المحافظة على البيئة على عاتق المؤسسات الحكومية، وذلك بوضع قوانين صارمة ونظام مراقبة لطبيعة المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعات. دور الأفراد في المحافظة على البيئة، ويتمثل في العديد من الإجراءات والسلوكيات، ومنها التعليم المستمر وزيادة المعرفة فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على البيئة وقيمة الموارد الطبيعية، والتكثيف من زراعة الأشجار لأنها تنتج الغذاء والأكسجين، كما أنها تساعد على توفير الطاقة وتنقية الهواء. نهاية هذه الفقرة، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، يسعدني أن أصحبكم في هذه الحلقة الجديدة. من المهم أن نسعى لابتكار أعمال وفرص عمل لأنفسنا بأنفسنا، فهناك أشياء عديدة يمكننا الاستفادة منها. لذلك أستضيف لكم اليوم الشابة الموهوبة خدي. السلام عليكم جميعا، بإمكان كل سيدة تخلق فرصة عمل وأن تستفيد منها.
يمكننا أن نستخدم هذه القنينة كوعاء نضع فيه العطور المنزلية. كما رأيتم أعزائي الصم، يمكننا إذن أن نبتكر فرص عمل منزلية مدرة للدخل نستفيد منها. وقد استطاعت خدي أن تقوم بكل هذا العمل بمجهودها الخاص، فشكرا جزيلا لها، وإلى لقاء آخر في الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة.